الأخت أم حمزة تسأل تقول أنا أريد الذهاب إلى العمرة ولكن علي دين لشخص، فما حكم الذهاب إلى العمرة مع وجود الدين؟ إن كان الدين حاضرا فقضاء الدين هو الذي يجب. نعم. اللهم إلا إن كان الدائن راضيا بتأخير الدين. نعم. وعند هذه المرأة ما يمكن أن يقضى به الدين بعد ذهابها ولو فاجأها ريب المنون. نعم. عندها ما يقضى به هذا الدين وبشرط توثيق هذا الدين حتى يكون ورثتها على علم به. نعم. شكرا.